من ينادي أنا حاضر بنوادر أجدادي حكاية لا تنسى أبدا أبدا حكايات ضحكات وعظات هيا نشاهد هيا نرى كي نتعلم مما ترى قصص حلوة خيالية مع أمثال شعبية في الحكم أحلى الحكم الدجاجة والثعلب الماكر. كان يا مكان يعيش في هذا المكان ثعلب جائع يبحث عن الطعام ليسكت صراخ معدته. وبدت الأسماك شهية. هنالك أسماك كثيرة. وهربت الأسماك ووقع الثعلب في الماء. أنا لا أستطيع السباحة. كيف أموت؟ وأنقذ نفسه بأعجوبة. كيف أموت فعلا؟ وأنا الآن جائع أكثر من ذي قبل. يوم نظيف لمشوار المنزل. غنيمة أقبلت بنفسها على الثعلب. إلا أن الثعلب تذكر أن لهذه الدجاجة كلبا حارسا. ذلك الكلب الدنيء لا يبدو هنا اليوم. سآخذ حرية. يا له من صوت سيء ونغمة بشعة. صوتك جميل جدا. جميل جدا أيها الدجاجة. ماذا تفعلين هنا؟ أخبريني ماذا تفعلين. ثعلب، ذهبت لأتنزه وأنا عائدة إلى بيتي. أنا أتنزه أيضا. لماذا لا تأتين إلى هنا وتمشين وتتنزهين معي؟ تعالا. إلى الجهة الأخرى. الثعلب الماكر سيأكلني حتما. لا أستطيع أن أعبر. حسنا، سأمشي في هذه الجهة ولابد وأننا سنصل إلى مكان نستطيع أن نلتقي فيه. لأنه قادم معي. ومشى الاثنان بالاتجاه نفسه وبينهما النهر. الثعلب الماكر والجائع يمشي من جهة والدجاجة المسكينة من الجهة المقابلة، وكل منهما يفكر بطريقة مختلفة. ما زال يتبعني. يا له من ماكر. إذا
إذا لم تعبر هنا بسرعة فإنها ستهرب إلى بيتها. لقد تذكرت، هناك مكان يمكنك أن تعبر منه، إنه إلى الخلف قليلا هناك. أظن أنك ستمضين في السير بينما تريدينني أن أذهب بعيدا عنك. لا لا، أود أن أسير معك لكني متعبة، سأنتظرك هنا، سأنام قليلا. حسنا، سأذهب إلى ذلك المكان وأعبر النهر وألحق بك. وهكذا هربت الدجاجة الذكية من الثعلب الجائع. تبا لها، لعلها قد خدعتني. وظلت الدجاجة خائفة إلى أن التقت بحارسها. أعتقد أنني في مأمن الآن. ممن أنت خائفة؟ أنقذت حياتي من الثعلب. أتيت لأبحث عنك بعد أن تأخرت في العودة إلى البيت. لقد طاردني الثعلب. لا أرى ثعلبا في الجوار. إلا أن الثعلب كان لا يزال يبحث عن غنيمته. أين هي تلك الدجاجة اللعينة؟ وفي طريق عودة الدجاجة والكلب إلى البيت، الظلام شديد، لا أرى شيئا. ما زال هناك ضوء. تمهل واصبر، أنت تستطيع معرفة طريقك، أما أنا فلا أرى شيئا. أكدنا نصل. حسنا، لننتظر بزوغ الفجر هنا. وقررا النوم في الغابة، وكذلك فعل الثعلب. تركتها تفلت مني، ليس هناك مهرب، سأقضي الليلة في تلك الغابة. وفي الصباح الباكر، اسكتي، إنها الدجاجة، كيف نسيت ذلك؟ أقم من النوم أيها الكلب الأمين. هيا استيقظ. صوت جميل كالعادة، صوت جميل جدا، الصوت الجميل يرن في الغابة. ما زال يتبعني، يا ويلي. أريد أن أستمع إلى صوتك الجميل تحت. هيا هيا انزلي إلى تحت. لا، ولكن لقد تحملت الكثير في سبيل البحث عنك، ألا تصنعين معي هذا المعروف الصغير؟ هيا انزلي. الكلب نائم، أرجو أن يستيقظ. إذا لم تنزلي أستطيع أن أصعد إليك. أنا خائفة. يا ويلي. ماذا ستفعلين؟ إذن هل سألت صديقي النائم هناك إن كان لديه أي مانع في أن أغني؟ صديقك؟ من هذا الصديق؟ وسال لعاب الثعلب الشائع. من هذا الصديق؟ بالطبع، ولا مانع لديها إطلاقا. نومه عميق، أيقظه بخشونة لو سمح، أرجوك. حسنا، اتركي الامر لي. انت الم تستيقظ؟ هيا انهض.
أيقظه بخشونة أكبر. وسحب الثعلب الجائع صديق الدجاجة وهو يظنه غنيمة جديدة. ونال الثعلب جزاءه وتعلم الابتعاد عن طريق الأذكياء. لا يمكنك قهر شخص ذكي أبدا. لقد عملت الدجاجة بالقول المأثور وتعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لا تأخذها، لا تأخذها. أعطني تفاحة وسألعب معك طوال الوقت. علي أن أخذ التفاحات إلى البيت. ولما نسيت أننا أخويا ونستطيع أخذ التفاحات منك بالقوة. يا ما أجمل هذه التفاحات. عندها سأخبر والدنا أنكما أخذتما التفاحات. حسنا، سنرجع التفاحات إليك. طبعا لا نريدك أن تخبر والدنا، خسارة كانت مشعية. من ينادي؟ أنا حاضر بنوادر أجدادي، حكاية لا تنسى أبدا أبدا، حكايات ضحكات وعظات، هيا نشاهد هيا نرى كي نتعلم مما جرى. قصص حلوة خيالية مع أمثال شعبية في الحكم، أحلى الحكم.